بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، من هو سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ما بجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الحقنة العربية الأصيلة، حيث أن برامجنا اليوم لسن الفطامين وصندوقنا المفتوح الذي يأتي بهذا أيضا الشعارات وبهذه الأسماء والنجومية التي حضرت في هذا الانطلاق. ينطلق أول الأشواط، أول التحديات للمشتركات، 12 شوط 8 للصعوب والمسافة الكيلو والنص. أول الأشواط، أول التحديات الأولى في هذا الصباح، نأخذ مقدمة الشوط والمركز الأول ونستفتح إذا عدنا مع الصدارة في هذه اللحظات. تتقدم شاهنية سلطان بن حمد بن سالمين المنصوري، قدم شاهنية على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتواجد في هذا الانطلاق وبهذه التحديات. مزون بطي بن أحمد بن عقيف الشامسي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث دخول وتدخل في هذه الإثارة، وأشعار المزروعي يتقدم في هذه اللحظات، هو بن عوي أيضا الذيب حميد بن علي بن عوي الشامسي خذت المركز الثالث. المركز الرابع، في هذه الإثارة، التماس مكتوم بن حمد بن نشيرة الينيبي خذت المركز أيضا الرابع. أتابع بعد المركز الرابع، أول الأشواط، أول التحديات، أول المطاف، وبن عقيف مع المركز الأول، بن عقيف على الصدارة على مقدمة الشوط. مزون أيضا بطي بن أحمد بن عقيف الشامسي على مقدمة الشوط مع المركز الأول، ينطلق مع مزون على مقدمة الشوط مع أول التحديات، هذا هو بن عقيف. لكن دخول مع المركز الثاني، اسم الخطر وصل في هذه اللحظات، ولكن بن عقيف راح مع الصدارة. تهانينا والناموس، مزون على الصدارة على مقدمة الشوط. المركز الثاني في هذه اللحظات، التقدم والحضور مع الظبي مصر بن ناصر بن ياسر الينيبي أو ضي اللي هي تقدمت على مستوى المركز الثاني. والمركز الثالث دخول أيضا وتقدم من خلال تواجد الذيبة، وحميد بن علي بن عوي الشامسي هو من يقدم الذيبة في هذه اللحظات وبهذه التحديات الأولى الصباحية. هكذا أيضا انطلاقاتنا، هكذا توقيتنا الزمني، ما شاء الله دقيقتين أربع. تهانينا والنابوس وتحيتنا أيضا بطيب أحمد بن عقيف الشامسي، له التحية.